أهلا بكم مجددا. دخلت معركة السيطرة على مديرية نهم مرحلة الحسم، وذلك بعد نحو 9 أشهر من مواجهات التحرير المستمرة. وبحسب المتحدث باسم مقاومة صنعاء الشيخ عبد الله الشندقي، فإن المقاومة والجيش الوطني تمكنا منذ بدء معركة نهم من السيطرة على نحو 70% من المواقع العسكرية والاستراتيجية داخل بلدة نهم، مؤكدا أن المعارك على أشدها لاستكمال تطهير ما تبقى بيد الميليشيات من مواقع خلال الأيام القادمة. وفي سياق المواجهات الميدانية، لاذت ميليشيا الحوثي والمخلوع بالفرار من العديد من المواقع بعد تكبدهم خسائر فادحة. وتواصل قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية تقدمها بالمديرية، حيث سيطرت على تباب استراتيجية في محلي، إضافة لاستكمال تطهير جبل البياض والقتب في نهم. والاطلاع على آخر التفاصيل معي عبر الهاتف صالح القطيبي، عضو المركز الإعلامي للقوات المسلحة. سيد صالح، أهلا بك. أهلا وسهلا بك حبيب. نعم، ما هي آخر مستجدات في نهم في محلي وفي التباب الجديدة، وهل لازالت الاشتباكات مستمرة إلى الآن؟ الجديد الاشتباكات الآن أنه الجيش الوطني مسنودا برجال المقاومة يخوض منذ صباح اليوم الباكر معارك شرسة ومستمرة حتى اللحظة، استطاع من خلالها تحرير التباب الجنوبية لجبل القح، واستطاع أيضا تحرير عدد من التباب المطلة على وادي محلي. وهناك فرار لميليشيا الحوثي وتكاثر واضح، تفروا من مواقعها تاركة جرحها، والجيش الوطني مسنود برجال المقاومة مستمر ويواصل تقدمه صوب محلي الذي تعتبر هذه المنطقة التي يمر الخط الاستراتيجي الرابط بين صنعاء ومأرب، وبالتالي سيتم قطع الإمداد نهائيا على الميليشيات التي زالت متبقية في عدد من شباب جبال المدفون والمتواجدة أيضا في بني بارك. نعم، طيب، وأين تقدمت المقاومة؟ الميليشيات متبقية في بعض مناطق المدفون وبني بارك، أين تقدمت المقاومة خلال اليومين الماضيين؟ أريد أن أطلعك أخي الحبيب والأخوة المشاهدين والمستمعين أيضا فضل. على أن هناك ما يتم التقدم الآن في جبهة نهم، يتم التقدم من الجهة الجنوبية للخط الإسفلتي والذي تدور الآن وهذه اللحظة بالذات هذه المواجهات الشرسة بين رجال الجيش الوطني وميليشيا الحوثي والمخلوع، ونتيجة للألغام ولكثرة الألغام التي زرعتها الميليشيات في الطريق الإسفلتي الضابط بين صنعاء ومأرب، والذي ما زالت هذه المتواجدة الميليشيات متواجدة في بني بارد، فضل الجيش الوطني أن يمشي في هذا الاتجاه في اتجاه محلي وصولا إلى محلي ومن ثم إلى المديد مركز المديرية وقطع الخط الإمداد التي متواجدة في الخلف في الجهة الشمالية جبهة الميسرة. نعم، طيب سيد صالح، يعني يلاحظ البعض ويتساءل عن سبب بطء العمليات في الأيام مؤخرا، أحيانا تشتد العملية وراقب الناس إن صارت متسارعة فجأة يعني يلاحظ الناس بطء، هل هناك بطء فعلا وهل هناك أسباب لهذا البطء؟ يا أخي، طبيعة الأرض التي تدور المعارك هي من تكون يعني العائق على تقدم الجيش الوطني، ولو رأيتم أنتم وجعل كل المشاهدين والطلع على هذه المنطقة الجغرافية التي تتمتع بها مديرية نهم لعرف حقيقة أن هذه حرب شتى وأن الجيش الوطني في تقدم مستمر، وأخبرك بأن يعني جبل يمتد يعني عبارة عن سلسلة جبلية متصلة من التباب يصل طوله إلى أكثر من 7 كيلومتر، أما جبل القح فأكثر من 3 كيلومتر، والجيش الوطني والمقاومة وبشرك الأخوة المشاهدين والمستمعين أنه في تقدم مستمر، ويعني ليس له خيار إلا الحسم والوصول إلى نقيل بن غيلان الذي يراه الآن، نراه مع الأخوة في رجال الجيش الوطني والمقاومة يرون أمام أعينهم، وبالتالي كم تبعد قوات الجيش الوطني عن نقيل بن غيلان، وهل بات النقيل نفسه في يعني في مرمى نيران المقاومة والجيش الوطني؟ يبعد نقيل بن غيلان عن آخر موقع رجال المقاومة والجيش 14 كيلو الى يعني 14 كيلو تماما، واي تعزيز يمر لهذه الميليشيات من نقيل بن غيلان يتم استهدافه من نيران رجال المقاومه والجيش، والامور مبشره ومنطلقون، وهناك رجال يعني ليس امامهم خيارا الا الوصول الى العاصمه صنعاء ان شاء الله. طيب، ما هي اهم خطوات الجيش الوطني مسنودا بالمقاومه نحو تحرير العاصمة؟ هل هناك خطوات قادمة سنشهدها؟
وطوائف الجيش المدني مع هذه الميليشيات ليس له خيار الا الوصول الى العاصمه في صنعاء. ويعني من خلال منبركم وقناه يمن شباب اقول لكم بان رايت رجال الجيش المدني يعني هممهم عاليه وهم على اهبه الاستعداد، وهناك العديد من افراد الكثير من الالويه مستعدون وينتظرون على حظ من الجمر ساعه الصف لانطلاق العاصمة للدخول إلى أو للبدء في الاقتحام صوب العاصمة في صنعاء. ما الذي قد يعيق هذا التقدم؟ ما هي أهم العراقيل في طريق التقدم؟ العراقيل يعني ليس هناك عراقيل، العراقيل أنه الحوثي والمخلوع على أطرسالة استطاعوا يعني أنهم حاولوا أن يوجدوا يعني سدا منيعا أو حاجزا دفاعي صوب العاصمة في صنعاء، ولكن أمام قوة رجال الجيش الوطني والمقاومة لا يعني لا يوجد اي عراقيل، فهناك عزيمه وهناك اصرار وهناك قوه مضاده للجيش الوطني تتغلب على كما نراهم وكما رايت اخي الحبيب ان هناك يعني او زمات يعني رايت انا بام عيني ميليشيات الحوثي تفر وتترك يعني اصحابها دون ان تعبه بهم، اما جرحاهم فالجريح منهم لا يزعفونه بل ينزف حتى يموت، ومن يدركه رجال الجيش الوطني والمقاومه من اسعافه. وما يعني والذي لا يعبى به انه يجلس في مكانه حتى ينزف حتى يموت. نعم صالح القطيبي عضو المركز الاعلامي للقوات المسلحه كنت معنا عبر الهاتف، شكرا لك سيد صالح. اعزائي المشاهدين الى البيضاء حيث كمائن الرجال التي تخاطب الميليشيات بلغه تفهمها، لكن بعد هذا الفاصل ابقوا معنا.